حماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي بجهة الشرق هو مشروع تم إطلاقه ببركان بهدف تطوير تنمية مندمجة ومستدامة للجهة، وينجز هذا المشروع من طرف وكالة جهة الشرق وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للمائي وولاية وعمالات جهة الشرق ومجلس الجهة، وذلك بغية إنعاش التراث والثقافة بجهة الشرق. الثقافة اليوم ليس فقط هي ترفيه، بل هو استثمار، هو اقتصاد، ولا بد ان ننخرط او حقا الكل ينخرط في هذا المجال. حنا منخرطين فيه، هذه استراتيجيه اللي غنخدموا بها. والجهه الشرقيه كيف ما كتعرفوا عندها يعني مآثر كبيره ومهمه جدا، عندها تاريخ قوي. اليوم هذا اللقاء هذا اللي كي يعبر على ان هنا الجهه تعتبر كذلك هي عاصمه من عواصم الثقافات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. ويهم المشروع بالنسبه للمرحله الاولى عماله وجد انقاد واقاليم بركان وتوريرت وفيقيق وجراده، كما تتم عمليه تمتين ديناميه قطاع الثقافه والتراث من خلال محورين، وهما حمايه وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي ودعم الفنانين الشباب في مجال الصناعات الثقافية والإبداع.